مش حضرتك قفل المايك. دكتور مايكل ما تقدرش تشغل اي تمام يا الاسبوع. شباب. انا عايزه هنشرح كده اسالك الرجع على سؤال الحصة دكتور اللي فاتت النحو مايكل، اللي خدناه، ونشوف لو حد واقف قدامه حاجة في الواجب بتاع النحو بتاعنا. يلا يا شباب، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الضمائر بتاعتنا. الضمائر، دكتور نعم يا حالة، مين بيجي؟ ايوه حالة، نعم. طيب عدى اي سؤال يبقى يسأل في الشات. الجوز عايز اعرف لغايه فين. ايه حالة مش سامعاكي، علي صوتك. طب يا حالة لو في اي سؤال اكتبيه في الشات، انا هشوف الشات بتاع الزوم. طيب هنتكلم النهارده عن الضمائر البارزة والمستتر. هرجع، انا احنا خدناها المرة اللي فاتت، انا عارفة بس هرجع عليها بسرعة كده. الضمائر البارزة قلنا اللي بنشوفها قدام عينينا في الكلمة، عشان كده بسميها بارزة، عشان بشوفها قدامي في الكلمة. طيب البارزة دي زي ايه؟ في عندي اتنين بارزة، المنفصلة والمتصلة. المنفصلة وايه؟ والمتصلة. المنفصلة اللي هي بتبقى باينة في الكلام عندي، اللي هي الضمائر المتكلم المخاطب الغائب، اللي هي مثلا انا ونحن، انت وانت وانتما وانتم وانتن، هو وهي وهما وهم وهن. يعني لو مثلا ما اقول مثلا جملة التلميذ، او مثلا المعلم هو الذي يشرح الدرس. طب انا هنا في ضمير بارز، اهو هو بسميه بارز، بسميه بارز ليه؟ منفصل. منفصل عشان هو دي ما ينفعش الزقها في المعلم، وما ينفعش الزقها في الذي، لا ده بقى ضمير لوحده منفصل، ما ينفعش تلزق ولا في قبليه ولا في اللي بعديه، عشان كده سميتها منفصل. يبقى الضمائر المتكلم والغائب والمخاطب سميتها منفصله ليه؟ لانها ما بتلزقش في الكلمه ولا اللي بعديها ولا اللي قبليها. طيب دي كده المنفصله. طيب بشوفها في وسط الكلام. طب عندي كمان ضمائر المتصله برضو بشوفها في نص الكلام، زي ايه مثلا؟ لو قلت مثلا قلمي، هو ده معناها ايه؟ قلم، بس حطيت لها ضمير اللي هو المتصل اللي هي الياء، ياء الملكيه. قلمي مثلا، قلمك، حطيت لها كيف الخطاب اللي هي قلمك، كيف الخطاب بكلمك انت. مثلا قلمنا، حطيت لها ناء الفاعلين اللي احنا بتكلم على اتنين. مثلا شربت، شربت ده عيد عليا انا، يبقى تاء الفاعل. او اكلت مثلا، لو قلت الحقيقة تاني، قلنا مثلا شربنا او يشربنا او يشربان، اللي هو ألف الاثنين، ضفت لها ألف الاثنين. أو مثلا يشربوا، أو الجماعة، أو يشربون برضو، أو الجماعة بالنون اللي هو في حالة الرفع، أو حالة ال أو حالة الـ النصب أو الجزم. طيب إيه تاني؟ مثلا تشربين، ياء المخاطبة كانت المؤنث. يبقى دي كلها ضمائر متصلة. ليه متصلة؟ أنا أهو اتصلت بالياء، اتصلت بالكاف، بالناء، بالتاء، بالالف والنون اللي هو الف الاثنين، واو الف او واو ونون اللي هو واو الجماعه، ياء ونون اللي هو ياء المخاطب المؤنث. يبقى انا بضيف للفعل اللي هو تشرب حاجه، او فعل قلمك حاجه، بضيفها للفعل او الاسم. يبقى الاسماء دي بتيجي مع الاسم زي قلمك وقلمي قلمنا، او مع الفعل زي شربنا وشربنا ويشربنا. او مثلا لو قلت مثلا مع حرف، مثلا لو قلت ايه، معه زودت الهاء، او معك زودت الهاء الغيبية، أو الكاف الخطاب اللي هي كلمة مع، زودت لها هاء أو كاف، ده برضو بيزيد مع الحرف. يبقى الضمير المتصل ده ممكن يجي مع اسم، ممكن يجي مع فعل، ممكن يجي مع حرف عادي. يبقى ممكن يجي مع اسم أو فعل أو حرف. طيب ده بسميه برضو إيه؟ متصل، عشان بيلزق هنا في الكلمة، إحنا بنلزق في آخر الكلمة، لكن هنا كان بسميه منفصل. ليه؟ عشان ما بيلزقش في الكلمة. يبقى الضمير عندي منفصلة ومتصلة، الاتنين بارزة. الاتنين إيه؟ بارزة، بشوفها قدامي أهي، شايفاها قدام عيني، عشان كده سميتها إيه؟ بارزة. في حاجة صعبة من اللي أنا قلته في اللي فات؟ لامس لامس طيب لامس آدم، فهمت الجزء اللي فات؟ وين نسيت طيب الضمائر المستترة بقى اللي اتكلمنا عنها لامس اللي هي، نعم مس هو ده يا مس ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت يا حلا، بنرجع بس عليه بسرعة.
التبار بقى المستترة. أظن هذا على مسار الناس الدولة اللي هي أنا احنا بنرجع درس بتاع اللي فات بس بسرعة يا حل. طيب الضمائر المستترة اللي قلنا بتبانش في الكلمة، طب ازاي؟ لو قلت مثلا أحمد يذهب، أو بدل أحمد أو مثلا يذهب إلى النادي، على طول قلت يذهب إلى النادي، مين اللي بيذهب؟ هو عايد على ولد هو، يبقى ضمير الفعل هنا هقول فعل اللي يذهب ده فعل مضارع عادي مرفوع بالضمة. الفعل فين؟ هقول الفعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. طب لو قلت بقى مثلا تذهب بدل يذهب، تذهب الى النادي، يبقى الفعل هنا ضمير مستتر تقديره ايه؟ هي. يبقى انا عندي بتيجي مكان الفاعل كده ما بيبقاش موجود، بيبقى ضمير مستتر يعني حاجه مش موجوده، برجعها لضمير مستتر. لو فعل مضارع يذهب وتذهب يبقى هو وهي، يبقى لو فعل مضارع يبقى ايه؟ هو وهي. يعني مثلا لو قلت يذهب تذهب يشرب تشرب، ما جبتش مين اللي بيشرب او مين اللي بيذهب، قلت هرجعها لمين؟ على هو وهي. ساعتها بقول الضمير فاعل، الضمير الفاعل هنا ضمير مستتر، الفاعل هنا ضمير ايه؟ مستتر، تقديره بقى هو او هي لو كان فعل مضارع. طيب لو فعل امر قلت له مثلا اشرب اللبن، المفروض اشرب ايه؟ اشرب انت اللبن، رجع على الضمير ايه؟ انت. مثلا اكتب الواجب، يبقى مين اللي بيكتب الواجب؟ انت اكتب الواجب، يبقى الفعل هنا ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت. يبقى في الفعل الامر بنروح لانت، في الفعل الغائب، الغائب بنروح لمين؟ لهو وهي. طيب في الفعل المتكلم لما انا اتكلم بقى نفسي بقول ايه؟ مثلا اشرب، اشرب العصير، العصير، او مثلا نشرب العصير. اشرب ده مفرد واحد بس، يبقى انا اشرب انا العصير، يبقى الفعل هنا ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا. طب ليه ضمير اللي قلنا ضمير مستتر؟ عشان ما بيبقاش مكتوب، انا اللي بفهمه معنى الكلام، عشان عندي مكتوب اشرب فعل اهو، والعصير مفعول به، فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا. المفروض اصل الجمله اقول ايه؟ اشرب انا العصير، بس انا شلت انا، يبقى الفعل هنا ضمير مستتر. يبقى ليه بسميه ضمير مستتر مش بارز؟ عشان مش باين في الجمله، مش مكتوب، انا اللي بعرفه من نفسي. طب عرفته منين؟ من اول كلمه، الفعل هنا كان عندي ايه؟ فعل ضمير متكلم اللي هو اشرب، بتكلم عن نفسي، مش مكتوب للفاعل مين اللي بيشرب، فيبقى على طول خلاص هبقى اقول الفعل ضمير مستتر تقديره انا. او نشرب، لو احنا مجموعه يبقى نشرب مين؟ نشرب نحن. طيب الفعل هنا تقديره مستتر، ضمير مستتر تقديره ايه؟ نحن. يبقى لو لقيت الفعل ضمير متكلم يبقى انا ونحن، مخاطب بيكلم حد قدامي، يعني مثلا بيأمره بيقول له ايه؟ اشرب، اكل، اسمع اسمع الكلام، اكتب الواجب، يبقى ده على طول فعل ضمير ايه؟ عايد على انت. طب لو الفعل المضارع يذهب تذهب يشرب تشرب، يبقى لا عايد على ايه؟ الضمير الغائب اللي هو هو وهي. ده كتاب الامتحان، صفحة 285، كل اللي بيسأل على الشات. في حاجة في ضمير المستتر مش مفهومة؟ لماذا لا 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 شكرا. ماشي. آدم تمام، كان كله سمعت مفهوم؟ السؤال، نعم يا يوسف اتفضل. هو احنا ازاي يا مس وصلنا لصفحة 286 يا مس، لا ده واحنا النحو امبارح بيبقى، كنا النحو بيبقى في الآخر يا يوسف، النحو بيبقى في الآخر، بس صوتك بيعلق النحو بيبقى في الآخر يا شباب. تمام يا يوسف. أصلا امبارح جاي لي لاج يا مش هو دار، هو ازاي احنا اللي طيب ورا 58 واحنا بنتين؟ لا عشان النحو بيبقى في الآخر غير الدروس. طيب يا شباب مين وقف عنده أسئلة في الواجب بتاعنا امبارح؟ امبارح لو حد وقف عنده أسئلة يرفع إيديه، نشوف سؤال رقم كام عشان نحله بسرعة. لو حد وقف معايا أسئلة من بتاعة امبارح بتاعة يوم الخميس ارفع ايديه ونحلها بسرعة. مفيش حاجة لايم. تمام مفيش حد، مفيش حد رفع ايديه. تمام
ماشي حالة، مش عايزة من الكتب القديم عادي، بس يبقى حاولي ايه تحلي على التدريبات اللي احنا درس لسه شرحوها ده اللي راجع عليه. كان في حاجة صعبة يا حالة من اللي قلتها دلوقتي، ده كان درس بسيط خالص. شوفي لو في حاجة صعبة قولي لي تاني عادي. لا يا حالة، خدنا بس أول واحد، هرجع معاكم الفهرس. احنا خدنا يا شباب اول وحدة، افتكروا مع بعض كويس كده، خدنا الفجر النص الاستماع، فجر الحضارة، خدنا همزة القطع والف الوصل، وقلنا همزة القطع دي اللي يبقى فيها همزة اكيد ممكن فوق او من تحت، شوية أصلا. والف الوصل اللي هو من غير همزات. وخدنا الدرس الاول من مقطع من رواية زينب، خدنا الدرس الثاني بتاع مقالة مصر هذه هي التي ستبقى، والمقال الوصفي دي حاجة بسيطة جدا خدناها. طيب هناخد النهاردة، هنبدأ الوحدة الثانية في قصيدة بني مصر صفحة مثلا اتنين. معيش كتاب، راجع الوحدة الأولى الوحدة كتاب اللي خالص. معهوش كتاب هبعت PDF ده للجروب. تمام أنا ما عنديش الكتاب، أنا بقول مثلا ابعته على الشات للمستر مثلا. معاكم. ماشي، هبعت البتاع على الشات، PDF على الشات، خالص على شات الجروب. خلاص خلاص يا مثلا ابعته. ماشي يا إذا محمد، كان حد شكرا يا بعتها محمد، على الجروب من اللغات. هبعت على الجروب كله. حاضر يعني، الكتاب بيحمله. محمد برضو بعته لكم دلوقتي على شات الزوم عشان اللي عايز ينزله من على شات الزوم، وبرضو انا هبعته بعد الحصه بقى على الجروب ان شاء الله، والجروب الواجبات كمان هبعته عليه، او يبعتوا لي جروب الواجبات هبعته لكم عليه، بس خشوا كلكم بس جروب الواجبات. بس ما ينفعش. تمام، وصل. شكرا يا محمد. عفوا. هناخد دلوقتي أول درس قصيدة بني مصر. طبعا إن شاء الله هحاول آخر أسبوع ده نراجع الوحدة الأولى كلها اللي احنا خدناها، عشان لو في أي حد إيه وقع منه حاجة في الوحدة الأولى أو الأسبوع الجاي بإذن الله، بس هحاول على آخر الأسبوع ده إن شاء الله. طيب هناخد النهارده قصيدة بني مصر لعباس محمود العقاد، ده طبعا شاعر كبير جدا وكاتب كبير جدا. العباس ده كتب كتب كتيرة جدا، كتب دينية وكتب شعرية وحاجات جميلة جدا عن شعره ومؤلفاته. عباس محمود العقاد ده احنا عايزين نعرف عنه ان هو أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري، اتولد في مصر في محافظة أسوان عام 1889، وتوفى عام 1964. ليه أعمال كتيرة زي ما أنا قلت لسه من شوية، أغلبهم زي ديوان هدية الكروان، وديوان عابر السبيل، وسلسلة العباقرة، سلسلة العبقريات دي اللي مثلا بيتكلم عن عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن الصحابة، بيتكلم عن حاجات كتيرة جدا. لو حبيتوا تقروا ليه يعني هتثقفوا نفسكم، وهو كاتب جميل جدا 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 بخصوص الكتب الدينية بتاعته أو الدواوين بتاعته. حصل على مناصب في حياته زي منصب عضو سابق لمجلس النواب المصري وعضو في مجمع اللغة العربية. طيب تعالى بقى نتكلم عن الشعر بتاعه أو القصيدة بتاعته. بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، لكم مصر لا لدعي دعاء ولا لزو سطوا أو غشما، لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم، وحيث جرى النيل من أرضها، وحيث نما شعبها وازدحم، وحيث تلاحق موج البحار على جانبي شاطئها والتطم، وحيث تلألأ ضوء الشموس وحيث تلألأ ضوء الشموس واصفر عن صحوها وابتسم. فلا تتركوا ذرة من ثرى لباغ ولا قطرة من خضم، ولا لمحة من شعاع ثرى ولا نفخة من نسيم النسم، وهذه الكنانة من أرمها بسوء إن هي طاهرة وإن قسم، بسوء إن هي زهري وإن قسم. طيب تعالى كده ناخد المعاني، ناخد الأبيات بتاعتنا. تسأل الأبيات دي تبان في الأول صعبة، بس هي سهلة جدا لما نيجي نشرحها هتلاقي معانا سهلة جدا. طيب تعالى كده ناخد المعاني. صونوا يعني حافظوا، مضادها ذيعوا، دعا اللي هو دخيله غريب لا صلة له يعني حد غريب، جمع أدعياء،
غشيم اللي هو ظلم وقهر وقسوة، ومضادها عدل ورحمة. السري اللي هو التراب، السرة اللي هي التراب، التراب بتاع الأرض، مراد بيها الأرض الوطن. جماعة الأسرار. النظم الاصطدام، يعني اصطدم بشيء. صحو يعني صفته، الصفة بتاعته كده أول ما يصحى زي ما انتوا كده لسه صاحيين. خضم يعني بحر واسع. الكنانة وعاء تضع فيه السهام، الوعاء اللي بنحط فيه السهام بتاع زمان ده، لو بتتفرجوا على الأفلام بتاع زمان كان بيبقى وعاء كده يحطوا فيه السهام بتاع السهام بتاعت الحرب. طب قصده ايه بالوعاء ده؟ قصده بيه مصر. وهي يعني ضعف، ومضادها قوة والشدة. الشيم اللي هي الأخلاق والصفات الجميلة، مفردها الشيمة. سطوة اللي هي شدة وبطش، مضاد الرشد الشيء يعني والشدة. السنة اللي فاتت صح؟ المعنى ده جه معانا السنة اللي فاتت. يقر، يستقر ويثبت، المضاد يتزعزع. يرف يعني يتحرك ويرفرف، المضاد يثبت. أصفرة يعني كشف وأظهر، مضادها أخفى. باع، ظالم ومضادها عادل. ثرى، تحرك وثار، المضاد ثبت. رماها، قصدها واستهدفها وأرداها. انقسم يعني انكسر، ومعناها اللي قصده بيه هنا في الأبيات اللي هو هلع. الشرح بتاع الأبيات، أول فقرة بيشرح لنا فيها خالص اللي هي فيها أول خمس أو أول 6 أبيات، الشاعر بيقول لنا إن إحنا أبناء مصر، لازم يبقى عندنا عزة وكرامة، لازم نحافظ على وطننا. بيأكد إن مصر دي هي أرضنا، هي دي ملكنا، مش ملك الأعداء، يعني ما ينفعش أسيبها للأعداء ياخدوها مني أو يستولوا عليها، فلازم إن أنا أحافظ عليها. طيب في الفقرة التانية بيقول لي كل مكان موجود في مصر في علمها، في المدارس، في الشوارع، في الحدائق، في النوادي، في الأماكن السياحية والأماكن المعلمية والأماكن اللي فيها حكومة، كل ده بيبقى فيها علم مصر بيرفرف وبيدل إنه ده بلدنا إحنا، ومن حقنا إحنا، ومحدش يقدر يجي ياخده مننا، ما نقدرش نفرط في أي ذرة من ترابها، لأن دي أرضنا إحنا، أرض الكنانة اللي هي أرض مصر، ولازم ان احنا ما نستناش العدو ان هو يهلك بيها. طب تعالى كده ناخد بيت بيت. بنى مصر صونوها لها حقها، يعني انتوا يا بني مصر، انتوا ابناء مصر، صونوا الارض دي، حافظوا عليها. كبار النفوس كبار الشيم، يعني انتوا كبار الاخلاق، كبار النفوس، لازم تحافظوا على ارضكم. لكم مصر لا داعي داعي ولا ذوة سطو او غشم، يعني ما ينفعش حد يجي ياخدها منك بالسطو او بالسلاح، لا دي ارضك انت. لكم مصر حيث يقر الثرى، يعني دي ارضكم، دي ارضكم انتوا، ما ينفعش حد ياخدها مننا. حيث يرف عليها العلم، يعني العلم موجود في كل حته، وحيث يجرى النيل من ارضها، احنا عندنا كمان نهر النيل اللي بيجري في ارضنا، وحيث نما شعبها وازدحم، زي احنا هنا نمينا واتخلقنا وازدحمنا وبقينا نتكاثر. وحيث تلاحق موج البحار على جانبي شاطئها والتطم، يعني حيث كمان يبقى فينا عندنا البحار اللي هو البحر الاحمر والبحر المتوسط، كل حاجه عندنا في الشواطئ. نعم يا سميه. عارف تحوش الخطوط؟ حاضر. نعم شكرا. وحيث تلألأ ضوء الشموس واصفر عن صحوها وابتسم، عايزه الشموس كده تطلع في النهار كل يوم السلام وتبتسم عليكم لينا، ورحمة يبقى الله دي كلها وبركاته. ارض مصر، وبيأكد علينا ان دي ارض مصر، من حيث البحار والنيل وان ارضنا وان هنا السلام فيها عليكم ورحمة علمنا، الله يبقى وبركاته. دينا دي كلها ادله ان دي ارض مصر ولازم نحافظ عليها. طيب بعد كده بيحذرني، يبقى كده اول حاجه عرفني دي ارضي واحافظ عليها، بعد كده بيحذرني بقى في 3 ابيات تانيه من ان انا افرط فيها. فلا تتركوها ذرة من ذرة، يعني ما تتركوش ذرة واحدة من التراب بتاع أرضكم لحد تاني ياخدها، ولا قطرة من خضم، يعني ما ياخدوش منها أي حاجة ولا قطرة حد، لأن دي أرضك أنت، ما ينفعش تفرط فيها، ولا لمحة من شعاع ثرى، ولا نفخة من نسيم النسم، يعني حتى الهواء كده ما تسيبوش ياخدوه مننا، لأن دي أرضنا إحنا، ما نستناش مثلا الأعداء يجي ياخدوا مننا الأرض زي ما حصل كتير جدا في الحروب بتاعت مصر. بيحصل حروب كتيرة ان هم يجوا مثلا الهكسوس، الفرنسيين، الانجليز، كتير جدا جات لنا حملات على مصر عشان تاخدوا ارضنا وخيرات ارضنا، بس احنا كنا بنقف فيهم وقفة كبيرة جدا ونحمي ارضنا لغاية ما نطلع الفرنسيين، الانجليز، اي حد كان عايز يستولي على بلادنا كنا بنوقف له، ما نخلوش ياخد ارضنا. فعشان زي ما معروف على المصريين دايما، فالشاعر بيقول لنا العقاد ان احنا نحافظ عليها، ما نخليش حتى الهوا بتاعنا ياخدوه مننا، لان دي ارض الكنانه، يعني دي ارضنا احنا، ارض مصر، ما ينفعش يمصوها بسوء. في كده في الشعر في حاجه صعبه جاي دلوقتي في الشرح يا شباب؟ لا لا السلام مفيش حاجه عليكم صعبه. ورحمة الله وبركاته يا الشعر باشا. ده حظ يعني؟ هو عليكم السلام. احنا علينا الشعر ده حظ؟
هقول في الاخر، مش لازم ما تشيلش هم مش الحجز لازم دلوقتي لا مش حاجة صعبة. مش لازم على التأخير يا مس. ولا يهم. احنا شرحنا اول درس دلوقتي اللي هو في الوحده الثانيه، لسه داخل بيتكلم عن حب الشعر العقاد، بيتكلم عن حب مصر، بيتكلم ازاي ان احنا نحافظ على مصر، ومصر دي ارضنا ما ينفعش نسيبها للاعداء ولا حتى ذره فيها. في الاول كان بيشرح لنا ان مصر دي اللي هي ارض النيل وارض البحار والشمس وكل حاجه، وكان بيشرح لنا الحاجات الجميله اللي في مصر، وان احنا لازم يبقى عندنا اخلاق وصفات جميله نحافظ على ارضنا. تاني حاجه بيحذرني من ان انا افرط في بلدي، حتى التراب حتى الهواء ما افرطش فيه للعدو، وان انا احارب عشان ارضي. طيب تعالى كده نقرا الاسئله بتاعت الدرس دي، خلينا في الاخر ناخد المواطن الجميل. يلا مين رفع ايديه؟ مش شايفه لسه حد رفع ايديه عشان يقرا معايا. ماشي يلا يا عمر. لمن يوجه الشعر بابا وإلى الأم يدعوهم وإليما يدعوهم، يوجه يعني الشعر يدعوهم إليه مش الأم، وإليما وإلما يدعوهم إلى لمن وألما يدعوهم، يعني بيدعوهم إلى إيه مش الأم، حطينا عليها فتحة عشان يقول لي وإليما وإليما يدعوهم. تمام بس يوجه الشاعر خطابه إلى أبناء مصر يدعوهم إلى أداء حقوق الوطن والحفاظ على الأراضي. برافو عليك يا عمر. يلا يا آسيا تاني سؤال. لما يفتخر الشاعر في النص يفتخر بتحلي أبناء مصر بالعزة والكرامة والشرف والنبل. برافو عليك. يلا يوسف تالت سؤال. علامة يؤكد الشاعر في البيتين الثاني والثالث، يؤكد على أن أبناء مصر أحق بأرضهم ولا أحق لغيرهم من الغرباء المعتدين. المعتدين. برافو عليك يا يوسف. يلا يا سما سؤال رقم 4. مما يحذر الشاعر في النص يحذر من التفريط ولو في شبر واحد من أرض مصر. برافو عليك. سؤال رقم 5 يلا يا تقى. يلا يمس. معانا النهارده جديدة تقريبا يا تقى صح؟ أيوة يمس. تمام يا تقى اتفضلي يا سؤال رقم 5. لما تشعر عند قراءة هذه الآيات؟ أشعر بحبي لبلادي وأنتمي لكل ذرة من ترابها والرغبة في الدفاع عنها وحمايتها من أي دخيل. برافو عليك يا تقى. يلا يا سارة رقم 6. سارة عبد الحميد. من خلال الفكر الفرعية تستنتج الفكرة الرئيسية للنص، مصر للمصريين وهم الأجدر للدفاع عن أرضها. برافو عليك. يلا يا مريم. لا محمد. يلا يا محمد. رقم أكد الشاعر أن أرض مصر ملك لأبنائها وليست لغيرهم من المعتدين الغرباء، وكل ما كان يرفرف عليه علمها أو يجري فيه نيلها أو تمدد عليه بحارها وشواطئه أو تسطح عليه شمسها من حقه. برافو عليك. يبقى بيأكد لنا الشعر ان هي الشمس، الاعلام بتاعتنا، النيل، البحار، الشواطئ، دي كلها في وطننا احنا ومن حقنا احنا، مش من حق اي دخيل تاني. برافو يا محمد. يلا يا محمد مجدي السؤال اللي بعديه. ايوه اسمع حضرتك، من خلال معرفتك بالشعر وقراءتك الابيات فيما تتمثل الهويه من وجهه نظر العقاد اللي هو الشعر. العقائد تتمثل في ارتباط المصريين بأرض الوطن وحفاظهم على كرامتها. برافو عليك يا محمد. من أول مريم هنبدأ الأسئلة الجاية، بس ثانية نكمل بس الجماليات اللي عندنا. في أول بيت بيقول لي بنى مصر صنوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، بني مصر زي ما نقول مثلا دلوقتي يا مصر، يا أبناء مصر، يا أبناء مصر. بس هو بدل ما يقول لنا يا أبناء مصر قال لي يا بني مصر، استختصرها على طول قال لي بني مصر، ده أسلوب برضو إيه؟ نداء. يبقى بني مصر ده زي أبناء مصر بالظبط، أسلوب إيه؟ نداء. طب غرضه إيه؟ طبعا بيتكلم عن أبناء مصر، يبقى التعظيم. قلنا طب فاكرين لو قلنا حاجة حلوة نقول غرضها التعظيم، لو حاجة وحشة نقول غرضها إيه؟ التحقير، كان في النكرة أو في الغرض. طيب صونوا لها حقها،
صون ولاحقة، طبعا تعبير مجازي عشان شبه مصر بإيه؟ بإنسان. هي مصر إنسان عشان أقول ليها حقوق وواجبات زي الإنسان؟ لا، يبقى هنا ده سميناه تعبير مجازي لأنه هو شبه مصر بإنسان. طيب صونوا، أنا بقول لهم صونوا، يبقى ده على طول أسلوب إيه؟ أمر. يبقى أنا عندي بني مصر أسلوب نداء، صونوا أسلوب أمر. طبعا أنا قلت إيه؟ ما نحفظ مواطن الجمال، نحاول نفهمها أكتر ما نحفظها. بني مصر، أنا بنيت دوسي على أبناء مصر، يبقى على طول ده أسلوب نداء، فرض التعظيم. صونوا زي ما أقول لكم، احفظوا اسمعوا، يبقى ده على طول اسلوب ايه؟ اسلوب امر. طبعا غرضه النصح والارشاد. طيب صونوا لها حقها، هنا شبه مصر بانها انسان، يبقى تعبير مجازي. طيب كبار النفوس، كبار الشيم، توحي بالايه؟ بالعزه والنبل والاصاله. قد ايه احنا اخلاقنا جميله، فيها شيم واخلاق كده حميده، هي توحي بالعزه والنبل والاصاله. لكم مصر لا لداعي دعاء ولا لذو صوت او غشيم. لا لداعي دعاء ولا لذو صوت او غشيم، دي معناها دي قرر النفي، لا لذوي سطو ولا او غشيم، يعني ولا ده ولا ده، لا داعي لدعاء ولا لذوي سطو، يبقى قرر هنا النفي، قرره مرتين. تكرير النفي ده بيأكد على ايه؟ على التأكيد ان مصر دي ايه؟ من حقنا احنا، يبقى قرر النفي للتأكيد ان مصر من حقنا. سطو وغشو قلنا ملاقي كلمتين ليهم نفس المعنى، بسميها ايه؟ ترادف. نحفظ كده اي كلمتين نفس المعنى ترادف. طيب اي كلمتين عكس بعض بسميها ايه؟ تضاد. لو لقيته عكس بعض زي مثلا سماء وارض، او ولد وبنت، لو عكس بعض اسميهم تضاد. لو طب لو نفس المعنى، لو قلت مثلا بنت وفتاة الاثنين بمعنى واحد يبقى تراب، لكن لو قلت مثلا ولد وبنت يبقى عكس بعض يبقى تضاد. افتكر كويس، لو كلمتين عكس بعض تضاد، لو كلمتين شبه بعض نفس المعنى يبقى تراب. لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم. يرف عليها العلم اسلوب توكيدي، اهي يرف عليها العلم، بيأكد لنا اسلوب التوكيدي وصلت الجر والمجرور. عليها يعني يرف العلم عليها، بدل ما يقول يرف العلم عليها قال يرف عليها العلم، بدل لنا وقدم لنا الجر والمجرور، يبقى هنا اسلوب توكيدي وصلت الجر والمجرور. طيب لكم والعلم الكلمتين لهم نفس ايه؟ اهي نفس النهايه الميم. لكم العلم كلمتهم لهم نفس النهايه، لما الاقي كلمتين لهم نفس النهايه بسميهم كلمتين لهم نفس النهايه، مفيش حاجه صعبه دي. احنا بعد يا كده سلام. نقول ايه؟ ثانية امسح. تمام. حيث جرى النيل من ارضها وحيث نبا شعبها وازدحم. جرى ونما اهو نفس الوزن، جرى نما نفس الوزن، يبقى هنا برضو ليهم نفس النفس الوزن. يعني ايه نفس الوزن؟ الاثنين ثلاث حروف، جرى ونما الاثنين. جرى دي الف لينه، ونما اخرها الف، يعني الاثنين يعتبر نفس الوزن في ان هما نفس الحرف النهائي وهما ثلاث حروف. زي ما نقول مثلا جبن ولبن، اخرهم الاثنين نون والاثنين ثلاث حروف، يبقى سميهم نفس الوزن، والنطق تحسهم نفس قريب من بعض، جبن لبن. جرى نما، يبقى دي بسميهم نفس الوزن، لما الكلمتين نفس الحد، نفس عدد عدد الحروف، ثلاثه ثلاثه اربعه اربعه نفس العدد، ومثلا ساعات بلاقي ايه اخر حرف شبه بعض، هنا ده ألف لينة وده ألف، طيب يبقى لهم نفس الوزن. إنما شعبها طبعا أكيد الشعب مش بينمو، يبقى تعبير مجازي شبه الإيه؟ الشعب بأنه نبات بينمو. وحيث تلألأ ضوء الشموس واصفر عن صحوها وابتسم، ده ضوء الشموس ابتسم، هو الشمس بتضحك لي؟ لا، يبقى تعبير مجازي شبه الشمس بإيه؟ بإنسان يبتسم. طيب فلا تتركوا ذرة من ثرى لباع أو قطرة من خضم، أسلوب توكيد، لا تتركوا بيأكد لهم إن هم ما ينفعش يتركوا، يبقى أسلوب نهي أكد على إيه؟ على التأكيد، وإن هم بيحذرهم إن هم يتركوا إيه؟ وطنهم، يبقى لا تتركوا ده أسلوب نهي غرضه الحث والتحذير، وبيأكد لنا إن إحنا ما ينفعش نترك حتى ذرة بسيطة من أرضنا. طيب ولا لمحة من شعاع إن ثرى ولا نفخة من نسيم النسم، لا لمحة من شعاع إن ثرى ولا نفخة من نسيم النسم، يبقى ده إيه؟ المقطعين متوازيين. يعني ايه متوازينين؟ يعني انهم نفس الوزن، الجرس الموسيقي. يعني ايه؟ ولا لمح من شعاع انثرى ولا نفخ من نسيم النسم، عامله زي دلوقتي الاغاني بنسمعها ليها نفس القافيه، بتحس نفس الكلمات قريبه من بعض جدا، نفس العدد هنا نفس العدد هنا، يعني مثلا هنا في حرف مين في النص، هنا في حرف مين في النص، هنا في كلمتين بعديها، هنا في كلمتين بعديها، ولا نفخة ولا لمحة، يبقى نفس عدد الكلمات موجود هنا وهنا، يبقى ده اسمه توازن. ده اسمه ايه؟ توازن. يبقى ملاقي الشطرين ليهم نفس عدد الكلمات، وفي النص مثلا بيربطهم من، واقولهم مثلا لا، يعني كده في توازن كامل، الكلمات
شبه بعض وقريبة من بعض، بسميها نفس التوازن، مقطعين لهم نفس التوازن. بيدوني ايه طيب؟ جرسا موسيقيا يطرب له الاذن، كانها زي الموسيقى كده. طيب، وهذه الكنانة من راميها بسوء وهي ظهره وانقسم، يعني وهي ظهريه وانقسم نتيجه لما قبلها، اللي هو بيقول اللي بيفرد في ارض مصر بيبقى بسوء اكنه انكسر ظهره، ما ينفعش يفرط في ارض مصر، يبقى دي نتيجه للقابليه. زي ما اقول لك مثلا ذاكر عشان تنجح، يبقى تنجح دي ايه؟ نتيجه ان انت ذاكرت. يبقى النتيجه دي لما تيجي اللي تبص على البيت الاولاني تبقى نتيجه للبيت الاولاني. زي ما اقول مثلا ذاكر عشان تنجح، اما اقول لك تنجح يبقى دي ايه؟ نتيجه ان انت ذاكرت. طب الصور الحسية هنا التعبيرات كتيرة كان فيها صور حسية، تعالي نشوف الصور الحسية. الصور الحسية دي اللي بيبقى فيها تفاصيل عن مثلا الحواس بتاعتي، مش أنا عندي 5 حواس اللي هي السمع والبصر واللمس والتذوق والشمس، 5 حواس بتاعتي. تعالي نشوف الحواس هنا كانت عندنا ايه. طبعا كان عندنا برضو الشعور اللي هو شعور الحب، الارتياح مثلا، الفرح، الحزن. تعالي نشوف هنا الحواس، حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم. عندنا هنا يرف والثرى والعلم، دي حواس انا بشوفهم. العلم ده مش بشوفه بعيني، الثرى اللي هو التراب ده مش بشوفه بعيني، بشوف العلم هو بيرفرف. دي كلها حاجات تبع البصر، حس البصر. طيب بتديني ايه؟ الاحساس بالامان والعزه، بشوف عالم كده بحس بامان، امان وطني. طيب، جرى النيل من ارضها نما شعبها وازدحم. جرى نما ازدحم النيل ارض، مش مجرد انا اشوف النيل، بشوف الارض، بشوف الازدحام، بشوف النمو النباتات، بشوف الجري. يبقى دي كلها حاجات بقدر اشوفها برضو حاسه ايه؟ البصر. طب يديني احساس بايه؟ بالنماء والخير، ان في خير في بلدي. تلاحق موج البحار على جانبي شاطئي والتطم. تلاحق وموج، الموج والتلاحق بشوفهم بعينيا، يبقى ده كده ايه؟ برضو حاسه البصر. طب التطم، يعني بسمع صوت الموجه لما بتلتطم في الصخور، وقعد اسمع صوتها كده، بدا اسمه ايه؟ سمع، حاسه السمع. التطم حاسه السمع، لما الصخور الميه تتلطم معلش ممكن حضرتك تجيبيلي الحتة بتاعة تعريف الشعر؟ حاضر، هعيد عليها في الاخر، حاضر بعد الحته دي. طب ده ما بسمع صوت الموجه او بشوف الموجه، دي بيديني احساس بالجمال قد ايه. الحته دي بحس بروحها، بنروح كده للشط وتحس الموجه بتخبط في الصخره، ولا بنشوف روح البحر كده بتحس كده بروحها وكده وجمال واعجاب بالمكان. طيب، تلألأ ضوء الشمس او اصفر عن صحوها وابتسم. هنا ايه؟ تلألأ وابتسم الشمس، برضه حاسه البصر، بشوف الشمس، بشوف الابتسامه، بشوف التلألؤ. طب ده بيديني ايه؟ الصفاء. الشمس كده بشوفها كده تبقى صافيه. لمحه من شعاع سرى ونفخه من نسيم النسم، برضو لمحه وشعاع وسرى، دي حاجات كلها بقدر اشوفها بعينيا، يبقى حاسه البصر. يبقى هنا اغلبيه الحواس كانت حواس ايه؟ بصريه. طيب، الحاجات اللي سمعتها حاجات بقى هنا في حاسه الشم اللي هي ايه؟ نفخه ونسيم. مش انا بشم النسيم بتاع الهواء، بشم نفخه بتاعت الصباح دي، بدي يبقى حاسه الشم. يبقى عندي بس حاجه واحده للسمع اللي هي التطم، وحاجتين بس للشم اللي هي نفخه ونسيم، الباقي كله حواس بصريه. طب تديني ايه؟ شعور بالارتياح، لما مثلا اشم كده الصبح واطلع كده اشم الازهار، قطرات الندى اللي بتبقى الصباح كده، بحس كده بارتياح. طب الشعور العام بتاع القصيده اللي احنا قريناها دي بيدينا شعور بالاعتزاز الوطني، ان انا وطني دي حاجه عزيزه عليا ما ينفعش افرط فيها، والانتماء والهويه الوطنيه بتاعتي. قبل ما نيجي نحل نشوف سمية الحيثة التعريف بتاع الشعر. تاني تعريف الشعر، الشاعر اسمه عباس محمود العقاد، المشهور لقبه العقاد. عباس محمود العقاد ده أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري. اتولد في مصر في محافظة أسوان سنة 1889 ميلاديا، متوفى عام 1964 ميلاديا. طيب، المناصب اللي احتلها وهو عايش كان عضو سابق لمجلس النواب المصري وعضو في مجمع اللغة العربية. من أهم أعماله ديوان هدية الكروان وديوان عابر سبيل وسلسلة العبقريات. أنصحكم طبعا لو حد فيكم بيحب القراية يقرا للعبقريات بتاعة العقاد، أكبر عبقريات محمد، عبقريات الصحابة، بيتكلم كتير عن سيدنا محمد، بيتكلم عن الصحابة، بيقرا حاجات، بيتكلم عن في الدين حاجات كتيرة جدا وجميلة جدا، عشان لو حد عايز يقرا عنه او بيحب يعني يقرا. نبدأ كده بالحل يا شباب. يرفع ايدينا يلا.
مش شايف بس غير ثلاثة رافعين ايديهم من شباب. ايه يلا يا سما اول سؤال، نايس. يلا اول سؤال يا سما. طيب بس ممكن تقرأ لي السؤال لأن الصورة عندي مش واضحة أوي. حاضر، قرأ اقرأ الجملة التالية وحدد الصور الحسية، الصور الحسية كانت فيها ايه، ثم اذكر ما شعرت به عند قراءتك كل جملة. مثل مثلا اديني اول مثال، كانت الرياح تعصف الاشجار تهتز بعنف. طبعا دي حاجة بصرية لان بشوف الرياح والاشجار. طب شعرت بالايه؟ بالخوف، عشان في عاصفة بقى جاية والاشجار عمالة تهتز، يبقى فشعرت بالخوف. ده كده مثال. طب السؤال التاني، ركزي يا سما. رائحة الأزهار الفواحة ملأت المكان. دي كده حاسة الإيه؟ استخدم حاسة إيه عشان أشم الأزهار؟ بحاسة إيه؟ الشم الشم. طب هتحس بإيه؟ شعور إيه اللي هتحس وأنت بتشم كده الأزهار كده حواليك في كل مكان؟ براحة. راح. تمام، برافو عليك. يلا يا عبد الله. الشعور بالراحة أو بالسعادة. او بالسعاده او بالفرح. تمام، برافو عليك. يلا يا عبد الله، السؤال رقم اتنين. كان الجو أمس كان الجو مشحونا شغل بالتوتر والقلق بقاعة بتوتر الامتحان. وقلق في قاعة الامتحان. الصورة الحسية، طب ما انا شايفه قدامي كده الطلاب وهم متوترين وقلقانين ومعدين في قاعة الامتحان، يبقى دي صورة حاسية ايه؟ عندنا الحواس خمسة اهي، البصر، الشم، التذوق، اللمس، السمع. تبقى ايه؟ سمع؟ انا هسمعهم وهم متوترين ولا هشوفهم؟ لا لا اشوفه. هشوفهم. يبقى هنا البصر. طب هتحس بايه؟ مش هتشعر بايه لما خوف تبقى في الامتحان؟ اوه برافو خوف عليك، توتر. بالخوف او القلق او التوتر. برافو عليك. ماشي يا عبد الله. يلا يا آسيا رقم ثلاثة. تمام، سمعنا زغزغة العصافير في الصباح الباكر، هتبقى السمع. تمام، هو ما شعرت اللي هو الراحة والفرح. الروحة والفرح. ماشي، نكتب الفرح. ماشي يلا يا آدم. آدم كانت السماء ما بدأت بالغيوم السوداء والبرق يلمع بين الحين والآخر. الصورة الحسية سماء منبهة قدامي فيها غيوم. ايه منبهة مش سامعة؟ ايه منبهة بقول لك الصور الحسية. الصور الحسية يعني يقول لي انت شوف السماء دي والغيوم، هشبه بحاسة البصر ولا الشم ولا التذوق ولا اللمس ولا السمع؟ البصر. البصر تمام، البصر. قبل لما تبص كده تلاقي فيه غيوم وفيه برق وسحابة سوداء، دي هتحس بايه؟ هتحس بايه انت يا ادم؟ سيكون فيها هناك مطر. ايوه، انا هتبقى عايز احس بايه؟ فرحه ولا حزن ولا خوف ولا ايه؟ حزن حزن ايه حزن. حزن. تمام، حزن. ممكن كمان يبقى الخوف. بس لما طب اجي انت العب قلت توتر لازم عادي؟ اتعب من الحزن. تمام يلا يا عمر. كتاب التوتر عادي. او التوتر او الخوف كمان، عشان الناس في ناس كتير بتخاف من البرق. ماشي يلا يا مثلا عمر. فرحة إن هي هتمطر. طعم الشوكولاتة. ماشي، بس الغيوم سودة وبرق، في ناس بتخاف منه أكتر ما بتحبه، يعني كل واحد على حسب شعوره. يعني مثلا أنا بحس بالفرحة يبقى أكتب الفرحة، أنا بحس مثلا بالسعادة أكتب سعادة، أنا بحس بالخوف أكتب خوف. يعني الشعور ده متوقف عليكم، يعني مش حاجة إلزامية كله يكتب زي بعض. طعم الشوكولاتة حلو انتشر في فمي، حاسة التذوق تمام، برافو. وما تشعر بها السعادة. دي حاجة متفق عليها بقى، دي حاجة متفق عليها السعادة عشان شوكولاتة طبعا. يلا يا سمية. كان الجميع يشعرون بالحزن والأسف بعد سماع الخبر المحزن. الصورة الحسية الحزن. قولي الصورة الحسية الأول، نعم يا نس. الصورة الحسية الأول، يعني تقولي السمع ولا البصر ولا التذوق ولا اللمس ولا السمع؟
سما. السمع عشان قال لهم سمع خبر. طيب هتحس بإيه؟ شعور إيه؟ الحزن. هنا ذكره لنا كمان في الجملة فسهلها علينا. يلا يا سارة رقم 7. لمست الحجارة لمست الباردة بيدي الحجارة باردة بيدي وشعرت بطريقتها. ماشي سارة بتقول هي اللي جاوبت. ماشي تمام. لمست الحجارة الباردة بيدي وشعرت ببرودة. قلت الصور الحسية ايه تاني؟ اللمس. تمام. ما ايه شعرت بيه. البرودة مثلا. البرودة؟ عشان اذاكر البرودة. تمام يلا يا مريم اقري القطعة. تمام. كان أحمد يسير في الغابة الكثيفة عند الفجر، عندما بدأت الشمس ترسل أول أشعتها الذهبية عبر أوراق الأشجار، رائحة التراب والرطب اختلطت بعطر الأزهار البرية، وما ملأ أنفه بشعور منعش. أصوات العصافير المغردة تناغمت مع صوت مياه النهر الذي يجري ببطء، محدثة سيمفونية طبيعية ساحرة. لحظة ساحرة. لمس أحمد الأوراق الأشجار الناعمة بيده وشعر بنعومتها وبرودتها، وبعينين تلمعان استمتعا رأى ضوء الشمس ينعكس على قطرات الندى التي كانت تتلألأ كالألماس على العشب. وعندما تذوق قطع من الفاكهة البرية التي قطفها انفجرت في فمه نكهة حلوة ولذعة جعلته يشعر بالارتباط العميق في الطبيعة من حوله. حدد الصورة الحسية من الفقرة ثم اذكر ما شعرت به من هذه الصورة. طلع لي كده الصورة الحسية يا مريم، يعني انت قلت كده قولي الصورة الحسية لقيتيها ايه؟ زي لمس او تذوق او شم او سمع، التذوق يعني حتة يعني جملة. وعندما تذوق قطع من الفاكهة البرية تمام يبقى دي التذوق. وعندنا هنا ايه؟ رأى ضوء الشمس، يبقى دي هنا ايه؟ البصر تمام والأصفار صفير والسمع ما صوت العصافير. تمام ورائحة التراب الرطب دي ايه؟ شم تمام. ولمس أحمد أوراق الشجر، حسيت ليه؟ اللمس. برافو عليك. واحنا كده يعتبر أغلبية الحواس معانا، الشم والسمع والتذوق واللمس، يعني كل الحواس يعتبر والبصر. برافو عليك يا مريم. يلا يا سمية ما هي الحاسة التي تحدث من صور التلام وغيرها من الشعور العام الذي تعكس من الصورة في نفسك؟ انت شايف هل هنا الحاسة حاسة الايه؟ سعادة؟ ماشي الشعور السعادة اللي حاسة هنا يا سادة، حاسة الايه؟ مش فاهمة يا مس. أنا هو مثلا السؤال بيغني، انت شايفة ايه بيغني؟ احنا هناخد منه حاسة الايه؟ الحاسة الغناء. ما هو بيغني، احنا هنعمل ايه بقى؟ هنشمه ولا هنشوفه ولا هنسمعه؟ هنشوفه. ماشي احنا ممكن نشوفه وممكن نسمعه، يبقى البصر والايه والسمع. طيب يلا يا يوسف. لو سمحت مثلا انا ما جاوبتش. حاضر انا بنادي والله كل الاسماء اللي عندي، احنا عشان احنا بس عددنا كبير فبنادي على كل. تمام. حاسة الشم الشعور العام الحزن. الحزن او الخوف يمشي. ماشي انت قلت الشم عشان هو حاطط ايده على مخيله. لا انت مثلا انت شايفه، انت اللي شايفه، حسيت منه بالحزن او الخوف. بس ممكن النظر أو الشم، يعني هي حاجة من الاثنين. ايه هيبقى البصر اكتر. برافو. ماشي يلا يا محمد حمادة. محمد حمادة
على موج البحر وراحة يصطدم بصخور على يصطدم الشاطئ. بصخور على الشاطئ. يبقى الصورة هنا الصورة ايه؟ في السنة. الموجة بتخبط في الصخرة. يبقى انت كده ايه، بتبص ولا بتسمع؟ السم. برافو عليك. طب هتحس بايه؟ ما تشوف الموجة والمية وهي بتخبط في الصخور، انت هتحس بايه؟ بالسعادة. بالسعادة. ممكن أقول بالجمال، قد إيه المنظر جميل. ممكن أقول الفرح. في تعبيرات كتيرة. برافو عليك يا محمد. ريناد رقم 2. طب هو مش هو المفروض الناس يبقى هو شايف البشر؟ يلا يا ريناد. ايه اللي حاجة يوفر قوة وقدرات استخدام بناء بيوت؟ الصورة الحسية، السمع. ايه؟ السمع السمع، عشان بيسمع الطيور. تمام. هو بيجري بقى في وسط الحقول وبيسمع الطيور. ده ايه كده؟ الشعر بايه؟ الاستمتاع. الفرح. واحد سعيد وفرحان عشان بيجري في الشجر كده او وسط الحقول وبيسمع الطيور. برافو عليك. يلا يا ادم رقم 3. بس اشتد الضجيج والضوضاء، اشتد الضجيج والضوضاء فطرق الرجل المجلس وراح. الصورة الحسية، السمع. تمام. ما شعرت به الغضب. ماشي الوضع. برافو عليك. يلا يا محمد. مجدي. أنا مش مع حضرتك. التجول وسط الحدائق دعه النسيم. الصورة الحسية، النظر. تمام. حس بإيه؟ ما شعرت بيه السعادة. السعادة. ممكن أكتر الراحة. الراحة أو السعادة. برافو عليك. طب احنا قايلين الشعور ده بيقف على كل واحد، بس في حاجات لازم يعني يبقى ليها نفس، يعني ما ينفعش هنا أقول مثلا الخوف، أنا شايفة إن هو بيشوف الخضروات، لا لازم يبقى حاجة فيها سعادة، راحة، فرح. تمام. برافو عليك. يلا يا مريم. لا معلش يا مي، حلا حلا. يلا يا حلا. مش لازم احنا نكون رايحين الحمام. ماشي يا محمد. معلش تعرف تكتب وصل الغروب على شكل تتذكر أبعاد الوحيدين. الصورة الحقيقية، انتي واقفة عند الغروب، قعدت عند الشاطئ بتبص على الغروب، يبقى ده ايه؟ البصر. البصر. ماشي. هتحسي بإيه ساعتها؟ هنا بيقول لي بقى تذكرتي أحبابك الراحلين، أنتي بقى عمالة تفتكري أحبابك اللي توفوا أو رحلوا عنك. الحزن. ممكن أقول الحنين. الحنين، أنا يعني بحن إليهم أو بشتاق إليهم. الاشتياق. الاشتياق. يبقى دي فيها معاني كتير. برافو يا حلا. برافو عليكي. مثلا هو ده الدرس الأول صح؟ ده الدرس الأول في الوحدة التانية يا حلا. احنا خلصنا الوحدة الأولانية، هراجع عليها إن شاء الله آخر الأسبوع ده عشان اللي الموضوع فاتوا أي تاني حاجة في الوحدة هيتحسب موضوع الأولانية. تاني؟ إيه؟ الموضوع تاني ولا الوحدة كلها تاني؟ الوحدة التانية هرجع لك. أهو بص الفيرست. فيرست أهو عشان تبقي معايا حلا، عشان عارفة أنت النهاردة جديدة. بصي يا حلا، احنا خلصنا الوحده الاول، الموضوع الاول كله اللي هي الوحده الاولانيه، مش الوحده الاولانيه كلها اللي هي موضوع اول وثاني وثالث، لا خلصنا الموضوع الاول كله اللي هو فيه فجر الحضاره، نص الاستماع، والاملا بتاعت همزه بعت والف الوصل، وروايه زينب، ومقال مصر هذه ليست حلقه. يعني خلصنا الموضوع الاول يا من الوحده الاولى يا حلا. تمام. واحنا في الوحده الاولى في الموضوع الثاني، اول درس خالص قصيده بني مصر اللي شرحناه النهارده. تمام. الوحدة الأولى كلها يعني. لا لا مش الوحدة الأولى كلها، احنا في الموضوع التاني الدرس الأولاني، وإن شاء الله الموضوع الأولاني ده نحاول نراجعه ايه
آخر الأسبوع ده بإذن الله، عشان اللي فاتوا أي حاجة. يعني كده ما فاتنيش كتير، انا كنت خالص الواحدة اللي هو قبل اللي فاضل 5 دقايق والحصة تخلص، فزي مس أمنية قالت لي هديكوا كده راحة، عشان اللي عايز يشرب، اللي عايز يخش الحمام، اللي عايز ياكل، يعمل أي حاجة قبل الحصة الجاية اللي تدخلوها. لو حد عنده أي سؤال نسأل يقوله قبل سؤال. ما نقفل. اتفضل. مس أنا عندي سؤال مس، طب مس ما لو حضرتك خرجت يا مس اللي هيقفل عايز يخش الدنيا عليه يعني، مفيش أي مشكلة، دوسوا عليه تاني يخش. اللينك يا ثابت عندكم، بس خشوا عليه تاني ادي على لأي طول. حد، ادي لأي حد الهوست وبعدين حضرتك اخرجي، ولو المس التانية دخلت اللي معاه الهوست يديها للمس اللي تدخل. لا، عشان الهوست بس ما يتنطورش، وما حد ممكن حد ما حدش يعرف يديه للميس، فخلي ميس هي تخش عليه على طول. مثلا احنا نخرج ندخل تاني؟ استنى طب كده اشوف ميس امنيه لو تبقى اديها تخش، اديها الهوست او ادي الميس على طول تخش. ايوه يعني ايوه هو بس طبعا الهوست بيتغير اللينك ثابت يا جماعه، معانا في اولى اعدادي، ده اللي تخش عليه دايما في كل المواد. تمام. تمام. لو خرجت الهوست بيروح لأي حد. اه، فانا استنى المس تخش. مش معلش، ممكن اعرف ايه الواجب؟ اه تمام، تعال ما قلتهوش، استنى اقول لكم الواجب. انا لسه جاي من حمام حالا. ماشي، الواجب ارسلها رسائل الغد. ثانية واحدة اقول لكم الواجب. الراجل بعت رسالة بقى. طب راجل، بص، الواجب صفحة 67 و 68. ممكن يا ميس تاخديهم الواتس تشيرس وتبعتهم لنا على الواتس عشان نبقى عفوا، حلوين. 3 صفحات دي كام؟ 3 صفحات، 69 و 68 و 67، و3 صفحات مش تمام. هم كتار، لا قليلين يعني، كل يعني بص فقرة عليها كام سؤال يعني، ما تخافوش الواجب مش صفحة كتير. كام يا ميس؟ سبعة الواجب صفحة كام؟ وستين 67 68 و 69 اهو. اللي هياخد سكرين ثانية. ممكن حضرتك تبقي كده اه ماشي، هبقى اخد سكرين وابعته لكم على كده كده، ببعت لكم التقرير وابعت لكم السكرين. تمام المس يا ميس. ممكن تبعت الكتاب على الجروب. حاضر، هبعته على الجروب. ممكن نفتح الكاميرا بقى، ناخد سكرين مع بعض بتاع الغياب، اللي يقدر يفتح حاضر يا ميس. كاميرا. رحت فين؟ أين؟ باين طريق. مش اسمه، ناخد الصورة مع بعض. أي مثلا دخلت اهو. اه ثانية، حضرتك هاخد بس الصورة ليهم وهدي لحضرتك الهوست. طيب تمام اتفضل. معلش هعطل بس ثانية. بس احنا حرفيا قاعدين متقدرين. معلش ثانية هاخد الصورة. امسيه يا شباب، هحضر حضرتك دلوقتي الهوست يا ميس اسماء. ماشي جنبهم في هبدأ. الهوست. بس طيب هو احنا نبعت الجروب فين؟ على الجروب يا شباب، اللي لسه ما دخلش الجروب يبعت لي ميس امنيه. تمام يا ميس. اوكي يعني الجروب اللي جابت خلاص موجود. تمام يا ميس، انا هبعت لحضرتك الهوست يا ميس اسماء. انتي ماشي معاكي هبدأ الوقت. اتفضل. ماشي حاضر، مع السلامه. مع السلام السلامة. عليكم. مع السلامة.